بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن داخل المطبخ الرمضاني هنا في مخيم الرفاع على الحدود السورية التركية. يقدم هذا المطبخ وجبات إفطار بشكل يومي لأسر الشهداء والأيتام القاطنين في هذا المخيم. هم 110 من أسر الشهداء والأيتام. وجبة الإفطار المقدمة هي كبسة الأرز مع الفروج، إضافة إلى المنكهات المزينة لها من الجزر والفليفل، لدينا أيضا النعناع. ونقدم أيضا مع هذه الوجبة بشكل يومي ودائم البطاطا المقلية، علبة من البطاطا المقلية لكل عائلة، إضافة إلى الحساء وهي عنصر أساسي ودائم على هذه الوجبة التي تقدم إلى أسر الشهداء هنا في هذا المخيم. 250 طفل يتيم ويتيمة يستفيدون من طعام هذا المطبخ. ونحن ناشد إخواننا وأخواتنا مسلمي أندونيسيا أن يقفوا إلى جانب هذا المطبخ الرمضاني دعما لإخوانهم في هذا المخيم الذين يبيتون نهارهم صياما ينتظرون قدوم الإفطار. عسى الله أن يهيئ لهم من يقدم لهم طعام الإفطار، فيأتي هذا المطبخ بدعم هذه الأسر ليتناولوا إن شاء الله إفطارهم بعون الله عز وجل، ثم بهمتكم ودعمكم أنتم إخواننا في أندونيسيا. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا أهل البذل والخير والعطاء للوقوف إلى جانب هذه الأسر التي لا معين لها من بعد الله عز وجل إلا أنتم أهل الخير والإحسان. كلنا ثقة بكم بأنكم ستكونون خير عون لهذه الأسر. هي وجبة كافية إن شاء الله لإطعام عائلة من 5 أفراد. هنيئا لكم إخواننا في أندونيسيا، وكل من يساهم ويدعم ويقف إلى جانب هذه الأسر هو إطعام طعام وإفطار صائم لأرملة ومسكين في يوم ذي مسغبة. فالفقر شديد والحاجة كبيرة والأسر لا حيلة لها ولا معيلة لها إلا أنتم أهل العطاء.